بس العواطف، تعتقدين أنه الفنان العراقي يتعرض إلى إرهاب فكري عندما يبدي رأيه بهذه المواضيع؟ جداً جداً طبعاً. خليني أستذكر أستاذ سامي قفطان، طبعاً تحياتي، تحياتنا الأستاذ أبو محمد، أستاذنا الكبير، أستاذنا الفاضل أستاذ سامي قفطان. عادة ما لتشابه الأسماء ولصورة جامعتني بي دائماً ما يدعون أنه هو أبي، أتشرف أكيد ويزيدني فخر أنه الأستاذ سامي قفطان يدعون أنه أني ابنته، لكن أني والدي أفخر بي الأستاذ سامي رجب رسول وليس سامي قفطان، وأفخر بي وهو قدوتي. لكن أستاذ سامي قفطان تعرض بالفترة الأخيرة إلى عملية ممنهجة لإسكاته وتسقيطه، بغض النظر هسه أني أتفق معاه لا أتفق معاه، غيري يتفق لا يتفق. اليوم هو فنان صرح برأيه وقال ما ننساكم أو دمكم ما يبرد لقادة النصر، اعتبرتها المرجعية الدينية في وقتها حادثة الاغتيال هي انتهاك للسيادة، وطلع الفنان سامي قفطان وقال دمكم ما يبرد وتعرض إلى حملة. كيف تصفين هذا الرأي وتلك الحملة من بعض الإعلاميين والإعلاميات وكل طوائف الشعب؟ يعني هي أنا أشوفها كلش طبيعية، يعني الحملة، الحملة من أهلها كلش طبيعية. ليش؟ لأن هو موظف، هو اللي يقول هذا الرأي هو موظف مستلم راتبة، مستلم راتبة، مستلم مكافأته، مستلم، هو مو فكرة، هذا فكرة الحقيقي اليقين، وإنما هو مؤدلج إلى هذا الشيء. ونفس الشيء يعني إذا أستاذ سامي قال كلمة أنا دمعة، فاجأني المذيع يعني المقدم، العفو المقدم البرنامج، فاجأني قال لي لو هسه الشهيد أبو مهدي المهندس كبار شو تقولي ليش تحكين وياه؟ أختي نقيت يعني هنا صار عندي بحنجرتي غصة ألم، فنزلت دموعي وذكرت الشعر مال فدعة على أخوها، قلت الشعر وبكيت. يوم ثاني يا سبحان الله هجوم فد، يعني كلام قاسي ونابي. طيب بالمقابل اعتبر هذا رأي شخصي وهي قناعتي الشخصية، احترم الآخر واحترم قناعاته واحترم مثل ما أنا احترمك. شلون واجهتي هذه الآراء؟ وأنا من النوع اللي أعوذ بالله من الأنا، ما أنا ما أمتلك الأنا، إنسانة بسيطة وأحب الجميع، ولكن اللي أعتقده وأسير به دون الالتفات، عذراً للمنبر، عذراً للقناة. هناك مقولة تقول عذراً الكلاب تنبح والقافلة تسير، لا التفت، لانه انا اذا التفت على هذا يعني هذا يعني اشوف حجمه الكبرى. ما تاثرتي؟ كان ابدا ابدا ولا ممكن.